السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج مصابيح التي نعلق فيها على الفيديوهات التي ترسلونها لنا ونصحح فيها الأخطاء تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نبين الحق ونثني على الإصابة ونصحح الغلط. قبل أن أبدأ، في أخ أرسل لي سؤالا يسأل إذا كنت أسمح بأن ينشر فيديوهاتي على قناتي. كل المواد التي عندي، سواء فيديوهاتي، كتبي، مقالاتي، كلها متاحة لأي شخص يريد نشرها للخير الذي يراه فيها بدون أن يستأذنني. وبعد ذلك نبدأ. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا أنا عندما أنتقد شيئا في فيديو من الفيديوهات أو أنتقد كلمة قالها أحد من الناس، رد الفعل من قبلهم قد يختلف. يعني في أخ مثلا كان يتكلم عن موضوع أن الصلاة يجوز للإنسان وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباب أثناء الصلاة، هكذا قال، وعلقت على بعض المواضع في الفيديو الذي نشره. كيف استجاب للأمر؟ نشر الفيديو تبعي في قناته ليبين للناس، كما أنه عمل فيديو فيه بعض المواضع التي تحتاج نقد، بين النقد عليها. أخ آخر اللي عمل فيديو كان على أساس أنه شيخ، طبعا مقطع تمثيلي كوميدي، أنه شيخ مسجد راح فضح واحد من المصلين، فضح معاصيه وذنوبه، وأنا نبهته أن هذا يعني فيه إساءة لأئمة المساجد، واللي ما يعرف المساجد راح يظن المساجد هكذا ما شابه ذلك. راح الأخ حذف الفيديو من قناته، جزاه الله خيرا. في نمط آخر من الاستجابة، أيضا نمط جيد وطيب، يعني مثل الأخ الذي علقت على كلامه بما يخص فلتر الأوتو تيون، هو ما وافق كلامي، لكن ماذا فعل؟ عرض دليله بكل احترام وكل أدب وكل موضوعية. كذلك الأخ الذي علقت على كلامه في مسألة الوشم، أيضا هو ما وافقني في كلامي، لكن عرض دليله بكل احترام وأدب وموضوعية. هكذا يكون العلم مباحثة التزام بالموضوعية في المسائل. لكن في نمط آخر، واحد علقت على كلام له، راح صار يبحث لي عن زلة، يبحث لي عن خطأ، حتى إذا ما عندي خطأ يجعله خطأ عشان ينتقدني. مثلا انظر هذا الفيديو، هنا أيضا هذا خطأ، آمين تقولها بعد أن يقول الإمام آمين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب جهر المأموم بالتأمين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أنت هنا قلت بعد ما يقول الإمام آمين قولوا آمين، بعد ما ينتهي الإمام من قول الضالين، في قراءة يعني بلهجتنا العراقية ضالين، وهي الضالين، فقولوا آمين، هذا في الصحيح. فبعد ما ينتهي الإمام من قول الضالين المأمومين يقولون آمين، فأنت قلت هنا خطأ. ما الذي قلت عنه خطأ؟ هل هم قالوا بعد أن قال الإمام الضالين قالوا آمين؟ يعني بعد ما انتهى الإمام من قول ولا الضالين هم قالوا آمين؟ اسمعوا أنهم قالوها أثناء قول الإمام ولا الضالين. اسمع، هنا أيضا هذا خطأ، قالوا آمين أثناء قول الإمام ولا الضالين. الأخ جعلني قلت عن الذين يقولون بعد أن يقول الإمام ولا الضالين بعدها يقولون آمين أني قلت عن هذا خطأ. طيب مو مشكلة، أنا قلت بعد أن يقول الإمام آمين قولوا آمين، ماذا جعلني؟ خطأتهم النبي عليه السلام، خطأت النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ كافر لا شك، بدون أي تأويل، بدون أي يعني عذر، واحد يخطئ النبي ماذا يكون؟ كافر، خارج من الملة. انتبهت؟ التصيد. طيب، هو جاء بهذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي، نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام، في نفس الكتاب في صحيح البخاري، نفس الصحابي أبو هريرة، هنا عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني واحد قال لك إذا جاء أحمد اعطيه 100 ليرة، ورجع قال لك إذا جاء أحمد وأعطاك الكتاب اعطيه 100 ليرة، أنت تفهم أنه متى تعطيه 100 ليرة؟ مشان إيش تعطيه 100 ليرة؟ إذا أعطاك الكتاب، فأنت تعطيه 100 ليرة بس تأخذ منه الكتاب. لما تستلم منه الكتاب فهو سيأتي ليعطيك الكتاب، مو مجرد أنه يأتي، لا، يأتي ويعطيك الكتاب. كيف فهمتها؟ من القول الثاني، الأول قال لك إذا جاء، والثاني قال لك إذا جاء وأعطاك الكتاب. فإذا جاء وأعطاك الكتاب وأعطيته 100 ليرة، أنت ما خالفت القول الأول الذي قاله أنه إذا جاء أعطيه 100. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وقال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن قال ولا الضالين، فإذا أمن أمنوا، فنحن ما خطأناه، نحن أخذنا بالحديثين. وهذا يا أخي الكريم تجد هذا كتاب التأمين عقب الإمام في الصلاة للدكتور عبد الله الزاحم، نقل القول الأول أن الإمام والمأموم يقولون معا آمين، ونقل القول الثاني، قال القول الثاني إن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام، وقال: وإلى هذا القول ذهب أحمد في رواية. وهنا في مصنف عبد الرزاق روى عن داود بن قيس عن منصور بن ميسرة قال: صليت مع أبي هريرة فكان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا فيؤمن من خلفه. إذن هو ينقل لك عمل الناس، ليس عمل أبي هريرة، عمل الناس الذين كانوا يصلون خلف أبي هريرة، يؤمن أبو هريرة فيؤمن من خلفه. فأنت ليش شاددها تدور على أخطاء يا أخي؟ اتق الله، ليس هكذا يتعامل المسلمون. ومن أمثلة ذلك يعني الذي يسمع نقدا له فيحاول أن يتهجم على الذي نقده، هذا الفيديو. في فيديو عرضنا قول الأخ هذا أنكر المقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش، يجلسه الله على العرش، أنكر ذلك. عرضت كلامه وعرضت كلام السلف وقلت نحن نأخذ بكلام السلف فقط، لا قلت الأخ سيء، لا قلت الأخ جاهل، لا قلت الأخ كذا وكذا وكذا، عرضت كلامه وقرأت قول السلف. راح أعمل هذا المقطع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن عباس: المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. في قول آخر لمجاهد: إن الله يجلس محمدا بجانبه على العرش، وهذا قول لا يصح ولا يثبت. قلنا بقول ابن عباس والجمهور عملون جهمية ومبتدعة. طبعا ابن عباس ما أنكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ابن عباس ما أنكره. القول الذي قاله الأخ أنه أنكر الجلوس، ابن عباس ما أنكر، فلماذا تحمل ابن عباس كلاما ما قاله؟ طيب اسمع لقول العلماء في هذه المسألة. قول العلماء في هذه المسألة يختصر بقول الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الألباني والشيخ عثمان الخميس. طيب يا إخوة، أنا هذه المقالة التي عرضتها عرضت فيها الخبر وإسناده، وناقشت هذه المسألة وأتيت بمتابعاته وخرجت هذا الأثر كما ترون، ثم بعد ذلك نقلت إجماع السلف عليه. طيب إيش ذنب السلف إذا كانوا أجمعوا على المسألة وخالفهم بعض العلماء المعاصرين؟ سؤال، إيش ذنبهم؟ يعني كل السلف كانوا لا يفهمون؟ أنا فقط قرأت قول السلف، ما قلت كلامي، ليس أنا الذي تكلمت، أنا فقط قرأت. إبراهيم بن أورمان متوفى عام 266 يقول: هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 أو 100 سنة ولا يرده إلى أهل البدع. 160 سنة من الإسلام، يعني من عام 100 إلى عام 166 العلماء يحدثون به ولا يرده إلا أهل البدع. أخونا جعل هؤلاء كلهم ليسوا علماء، قول العلماء هو قول المعاصرين فقط. أبو داود السجستاني رحمة الله عليه صاحب كتاب السنن أخرجته من زمرة العلماء، يعني أنت تقول هذا قول العلماء وتعرض ثلاثة من المعاصرين. طيب أبو داود ما عاد عالما خلاص؟ ليش؟ لأن ما عنده قناة على اليوتيوب مثلا ولا إيش؟ يعني نعمل له قناة ما في مشكلة، إذا لازم نعمل له قناة عشان يصير عالم نعمل له قناة، تكرم عينك. لكن أبو داود رحمة الله عليه يقول: أرى أي جانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة، يعني يذكر أنه سني، يتكلم في هذا الحديث، إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره. ترى أنا ما قلت عن الأخ جهمي، لأن أنا أعتذر للإخوة أن هؤلاء يعني، وهذا المسألة تكلمت عنها في شرح كتاب السنن السنة لأبي بكر الخلال، تكلمت أن بعض الناس وقع في خطأ
وخالف السلف في هذه المسألة. نحن لا نقول عنهم جهمية، لا نخرجهم من الإسلام، لا نبدعهم، لكن إذا أنت قرأت وأخرجت السلف من جملة أهل العلم وجعلتهم ليسوا علماء، والعلماء فقط هؤلاء الثلاثة، لا أنت في عندك خلل في كبير في فهمك، أنت عندك خلل منهجي، أنت رافض للسلف. أما اللي ما يعرف أقوال السلف وكذا، هذا أمره آخر. يعني الشيخ عثمان الخميس مثلا قال إن الجمهور يرون هذا القول غلط، أخطأ. إذن هو ما اطلع على هذا، لأن هذا نقل إجماع على موافقة هذا الحديث. فعندما يقول الجمهور، إذن هو عنده تصور آخر للمسألة يجب أن يراجع فيه، وأنا راجعته فأرسلته له في هذه المسألة. لأن هذا الأخ يقول ليش ما جبت واحد من هالعلماء وانتقدته وانت استرجي؟ شوف كيف يتكلم، يعني الطريقة، أنت عم تضلل الناس مشان المشاهدات. يعني هارون بن العباس كان يضلل الناس، أبو قلابة يضلل الناس، أبو بكر الخلال يضلل الناس، هارون بن معروف يضلل الناس، إسحاق بن راهوية يضلل الناس، الإمام أحمد يضلل الناس، هؤلاء كلهم يقرون بهذا الأثر، عبد الوهاب الوراق يضلل الناس، كل هؤلاء يضلل الناس يا رجل، كل هؤلاء ليسوا من العلماء، أبو داود السجستاني ليس من العلماء، هارون بن العباس ليس من العلماء، إبراهيم الحربي ليس من العلماء، ابن أبي شيبة ليس من محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ليس من العلماء، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، كلهم ضللاء، كلهم ما يفهمون الدين، وكلهم خارجين عن جملة العلماء، والعلماء هم فقط اللي أنت ترتضي بقولهم. هذه مشكلة، خلل منهجي يا إخوة عند الناس، معاندة للحق، هذه فعليا معاندة للحق، أو أن فعلا هؤلاء لا يراهم علماء، عند ذلك الأمر يختلف. أما البربهاري، أبو بكر النجاد، محمد بن الحسين الآجري، الدارقطني، شوف أبو طالب المكي هو صوفي حتى هذا، أبو يعلى، أبو بكر بن العربي هذا أشعري حتى يقر مع أهل السنة بهذا الأثر، عبد القادر الجيلاني، ابن الجوزي، ابن تيمية يا رجل، حتى ابن تيمية يقر بهذا الأثر. ابن تيمية إذا وافقهم في مسألة يجعلون معصوم رحمة الله عليه. طيب في هذه المسألة إيش كان يضلل الناس مثلا؟ ابن القيم أيضا يضلل الناس، يقول واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني ابن عباس، وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني ابن كثير يثبته. ماذا تريد؟ حتى الهيتم الصوفي هذا الأشعري يثبته. إذا وجدت كلاما لشيخ، الشيخ الألباني يقول إنه غير ثابت، هؤلاء كلهم أثبتوه. إذا وجدت كلام الشيخ عثمان الخميس يقول الجمهور انتقده أو الجمهور ما أخذ به، هؤلاء كلهم أخذوا به. الشيخ عثمان الخميس يراجع في هذه المسألة مع احترامنا له ولقدره. أطلنا في هذا كثيرا، لكن أنا فقط أريد أن نعرف من أين نأخذ العلم. لا نأخذ العلم من مجرد أقوال، نأخذ العلم من شيء موثق. هذا كلام السلف موثق، وكلام الخلف موثق في هذه المسألة. بقى إذا أنت مو معتبرهم علماء لك أمرك، ليس بيننا وبينك شيء، وإنما يعني لك دعوتك ولنا دعوتنا. إذا كنت لا ترى كل هؤلاء علماء تطعم بهم وتخرجهم من جملة العلماء لأجل هذه. ننتقل للفيديو التالي. هذا فيديو للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وكما نبهت سابقا وأنبه، ليس تعليقي على كلام لشخص يعني الطعن به. والشيخ أنا راسلته منذ شهر على التمام والكمال في هذه المسألة، وراسلت بعض الذين يعرفونه لعلهم يعني يجالسونه ويخاطبونه في هذا الأمر، لكن يعني أنا الآن سأبين المسألة من كلام أهل العلم كما رأيتم طريقتنا، نعرض الكلام ونعرض كلام السلفي أو الناقلين عنهم. يقول الشيخ العلماء، علماء السلف لما يثبتون مكان لله يقولون هذا المكان لله عدمي. قال حفظه الله أن السلف، علماء السلف يقولون المكان عدمي. هذه العبارة نحن قرأنا يمكن كل أو أكثر كتب السلف فلم أجد فيها هذه العبارة. العبارة ليس معنى العبارة، لا، العبارة ما وجدتها في كتب أحد من السلف. طيب ليس حسي، ليس السماع حسي، ولم يقولوا حسي. نعم، ما قالوا حسي كما يقول ويظن الأشعرية. الله علي على خلقه، فهم يظنون أن هذا المكان حسي يحوي الله وهو أكبر من الله، هذا كفر.
والسلفيون يقولون بأنه كفر، وعلماء الدعوة كلهم يقولون إيش؟ يقولون أن هذا المكان مكان عدمي. شو يعني مكان عدمي؟ يعني هم على زعمهم أنت وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، لو كنت واقف قلت سبحان ربي الأعلى، من أقرب إلى الله وأنت واقف ولا وأنت ساجد؟ لو المكان الذي يزعموه مكان ليس عدميا لكنت وأنت واقف تقول سبحان ربي الأعلى أقرب من وأنت جالس تقول سبحان ربي الأعلى، وأقرب وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. طب النبي يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد مش هو واقف. طيب هذا كلام الشيخ حفظه الله تعالى. هذا كتاب النقد على بشر المريسي، يقول فيه الشيخ عثمان بن سعيد الدارمي في الأثر رقم 198، أو في رقم يعني رقم في الكتاب رقم 198. ثم أكد المعارض اللي يرد عليه الإمام عثمان دعواه أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل، فقال ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى؟ هذه دعوة الذي يرد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي. فماذا كان رد الإمام؟ قال فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له، من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله، وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة، والسادسة أقرب إليه من الخامسة. كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوية عن ابن المبارك أنه قال رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفله، وصدق ابن المبارك لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض. فأما احتجاج الشيخ حفظه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فالنبي يتكلم هنا عن قرب منزلة لا عن قرب مكان. أما هل يكون الواقف رأسه أقرب إلى الله مكانا منه وهو جالس؟ فكما قال الإمام عثمان ونقل عن ابن المبارك وغيره. ننتقل للفيديو التالي. تخيل أنك الحين تتوفى وتكتشف بأن صلواتك مي مقبولة، الرسالة هذه لك إذا أنت تصلي في البيت من دون عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، يعني صلاة غير مقبولة. هو جعل هذا الحديث معناه أن صلاة الذي يصلي في بيته بدون عذر غير مقبولة، وهذا قول غير صحيح. طبعا الأخ جزاه الله خيرا له مواد جيدة وفيديوهات يعني أنا أحبها، لكن تعليقي هنا على كلامه هنا من فتح الباري لابن رجب رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحديث من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، وقال وقد اختلف على أبي بكر، يعني يتكلم عن الإسناد، ثم قال والموقوف أصح، يعني هو من كلام أبي موسى، ثم قال وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود وعامة فقهاء الحديث منهم ابن خزيمة وابن المنذر، وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة، انتبه هنا، لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة، إذا صلاته صحيحة لا يجب عليه أن يعيدها في جماعة، ونص عليه الإمام أحمد. وحكي عن داود اللي هو داود الظاهري أنه يجب عليه الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل وغيرهما. طبعا التميمي هذا كلابي وابن عقيل كان جهميا وتاب. فإذا هذا مذهب الظاهرية، وقال فيه اثنين من الحنابلة أن الصلاة غير مقبولة، وهو ليس المذهب الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. قال وقال حرب الكرماني سئل إسحاق عن قوله لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد، فقال الصحيح أنه لا فضل ولا أجر ولا أمن عليه، يعني أنه لا صلاة له. إذن لا صلاة له اللي هي من حيث أن هذه الصلاة ما فيها فضل. ليش؟ لأن الصلاة في المسجد تعدل 27 صلاة في البيت، والعرب كانت تقول مثلا إذا واحد يذهب إلى العمل كل يوم ويحصل $100، فراح يوم من الأيام وحصل $2،
يرجع إلى البيت يقول والله اليوم ما حصلت شيء، لا يقصد أنه ما حصل 2 دولار، لكن أنه ما حصل مثل ما يحصل بالعادة. فهذا حال الذي صلى في البيت. صلاة في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، أو كما قال، ما قال الفرد لا صلاة، يعني ليس له صلاة وكافر ترك الصلاة كافر. فقول أخينا هذا في هذه المسألة ليس عين الصواب. ننتقل للفيديو التالي، وهذا الفيديو جميل جدا، أعجبتني طريقة يعني شرحه للمسألة. أنت في صلاتك بتتحرك 5 أنواع من الحركات، لازم تبقى عارفهم عشان فيهم حركات بتخلي صلاتك باطلة. أول حركة معانا الحركة الواجبة، حركة لازم تعملها عشان صحة صلاتك واقفة على الحركة دي. يعني مثلا أنت بتصلي دلوقتي، أنا بصلي دلوقتي، ولقيت على الروب اللي أنا لابسه ده نجاسة، ينفع كمل الصلاة عادي كده؟ لا، أخلع الروب اللي أنا لابسه وأنا بصلي صلاتش أهو، عامل كده، عرفت أعمل كده أهو ورمي جنبي كده ومكمل صلاة عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مرة ونعله كان عليه نجاسة، فسيدنا جبريل جاله وقال له ان نعله عليه نجاسة، راح النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل ومكمل صلاة عادي جدا ما وقفش. طبعا عندما يكون بإمكانك خلع الثوب، مو واحد يجد النجاسة على بنطاله فيخلع البنطال وتنكشف العورة مثلا، فإذا وجدها على بنطاله أو على شيء لا يستطيع نزعه أثناء الصلاة فعند ذلك يكمل الصلاة. مثال تاني عشان تثبت معك، دلوقتي القبلة كده، أنا بقى بصلي كده، راح واحد معدي راح قال لي يوسف القبلة لف الناحية التانية، المفروض أعمل كده على طول، ما أفضلش بس الناحية التانية بقول بقى عشان صلاتي ما تبص، لا واجبة هنا لازم تلف للقبلة. والأفضل أن الذي يريد أن ينبه إنسان على خطأ في القبلة مشان ما يلبكه أثناء الصلاة هو يديره بيده، لأن إذا قلت له لف، طب هو يلف، لا تحرك شوي على اليمين لف شوي على اليسار، لا أنت وجهه التوجيه الصحيح بيدك. ثاني نوع الحركة المحرمة، هي حركات تبطل صلاتك بسببها. أديك مثال، مش أديك مثال، هي أي حركة كتيرة متوالية، يعني حركة كتيرة ورا بعض بدون داعي، مفيش حاجة تخليك تعمل حاجة وانت بتتحرك، تعمل حركة وخلاص. ثالث نوع من الحركة حركة مستحبة، مستحبة فعلها في الصلاة، زي مثلا بصلي انا وصلي دلوقتي هنا مثلا في المسجد والمكان اللي بيننا فاضي كده، واحد مثلا كان بيصلي وقاعد بيدخل التويلت مثلا احدث مثلا، فالمكان ده فاضي اعمل انا رحت عامل بقى كده، دي حركة مستحبة في الصلاة، مستحبة ان انت تعملها. او مثلا سوري اطلع خطوة كده واحنا بنصلي مثلا كده واللي قدامي مشي من الصلاة لاي سبب وفي مكان فاضي في الصف اللي قدامي، دي حاجة حلوة، رحت انا واخد خطوة كده، دي حركة مستحبة. رابع حركة الحركة المباح فعلها، تبقى يسيرة بس الحاجة أو كثيرة بس الضرورة. يسيرة بس الحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي وشايل حفيدته أمامة بنت زينب يسجد يحطها على الأرض وهو بيرفع ياخدها تاني، دي حركة مباحة لا تبطل الصلاة. طيب حاجة بس كثيرة بس الضرورة، يعني مثلا دلوقتي أنا بصلي وفي حالة الحرب في دب بتخ حواليا وبتاع واقف، ينفع أقف أعمل كعبة تاني غصب عني همشي غصب عني أدى. ينفع أمشي في الصلاة؟ لا، بس أنا في حالة الحرب بضرورة ممكن أتحرك عادي. خامس نوع وآخر نوع من الحركة حركة مكروهة في الصلاة، بتنقص أجر اللي بيصلي، وده كتير مننا بيقع فيها بقى، هوبا تلاقيه بيصلي كده وحبكت معايا نضة في التيشيرت دلوقتي، صح؟ كتير قوي، واحد عنده دقن مثلا تلاقيه حواليه في الصلاة، إيه يا معلم في أجرك بينقص. وأنا كده خلصت، شير الفيديو منشن لصاحبك. طيب جزاك الله خيرا. ننتقل الفيديو التالي. هو استجاب خير وبركة، إذا لم يستجب يبقى نغير أسلوب النصيحة. طيب إذا طلب منك أنك تساعده في فعل، كأن مثلا يكون الأب مدخن، نسأل الله تعالى أن يعافي كل مدخن وأن يهديه، وطلب منك أنك تحضر له علبة سجاير ولا كذا، أنت بتقول له مثلا بأدب النصيحة والله يعني هذا حرام لأنك بتأذي جسمك، قال لك مالكش دعوة حرام حرام أنا عايزه، خلاص أنت عشان ترضيه بتجيب هذا. اوعى تقف قدامه بقى وتقول له ايه ده طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، قوم انت جيبها بنفسك انا مش هجيب لك حاجه. والله انا فكرتك ما تعرف الحديث، مشان هيك تقول انه اذا والدك طلب منك ان تاتي له بعلبه سجائر تاتيه بها. حقيقه ظننت ما يعرف الحديث قبل ما اسمع هذه الجزئيه، اما تعرف الحديث وتخالفه صراحه بل وتعترض على ان الانسان يقوله. لا لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. وصاحبهما، وصاحبهما يعني الحديث الذي أنت تعرفه خالفته، وتأتي للآية التي لا تعرف كيف تقرأها وصاحبهما تحتج بها في غير موضع الاحتجاج. هل من المصاحبة بالمعروف أن تأتي لأبيك بسجائر، أن تعينه على معصية؟ طيب أليس الذي أمر بالمصاحبة بالمعروف هو هو الذي نهى وقال ولا تعاونوا على الإثم، أليس هو؟ هل من المعروف أن تعينه على الإثم؟ يبقى إحنا ننصحه استجاب للنصيحة يبقى خير وبركة، إذا لم يستجب للنصيحة يبقى
يعني نصبر عليه نصبر عليه وتروح تجيب له السجائر. وأسفي وأسفي على المتصدرين وأسفي على المتصدرين. ننتقل الفيديو التالي. أنا كنت جالس في جامع الزيتون وجاني واحد سألني واحد على الوضوء قلت له تعمل كذا 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 قال لي يا سيدي أنت راك خلفت القرآن. شو خلفت القرآن؟ قال لي ربي قال لك أمسح رأسك ورجليك مش أمسح رأسك وغسل رجليك. وكأن الآية ساعتها نزلت أنا ما حسيت بها آية ساعتها إلا في اللحظة هذيك وقت الشاب هذا 21 عام ولا 20 عام فيقني به. قلت بارك الله فيك والله صحيح. نلقى أن الحجاج بن يوسف هو اللي جاب الغسل. نلقى في ابن كثير وعند كل المفسرين أن خطب الحجاج بن يوسف الناس يوم الجمعة وهو على المنبر فقال أغسلوا أرجلكم إنهم أقرب ما يكونوا من الخبث. وبالتالي أنا مش الحجاج بن يوسف هادم الكعبة وقاتل الصالحين وعلموني ديني. اختصار اللي ما فهم اللهجة تبعه يقول إنه واحد ولد سألوه عن الوضوء فعلمه الوضوء فقال له الله ما قال اغسلوا أرجلكم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول أنا ما كنت يعني فهمان الآية والآن فهمتها وصار بده يمسح رجله بدل ما يغسلها. وزعم أن الحجاج بن يوسف هو الذي جاء بغسل الرجلين في الوضوء. طبعا في رواية وهي صحيحة أن الحجاج بن يوسف علم الناس غسل الرجل. هذا لا يعني أن غسل الرجل جاء من عندي بل اقرأ الكتب المسندة. هذا مثلا مصنف عبد الرزاق. طبعا هي المسألة وقع فيها خلاف أن الرجل تمسح ولا تغسل وقع فيها خلاف. لكن هنا مثلا يقول لك عن قتادة عن أن ابن مسعود رجع إلى غسل القدمين في قوله وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا عن هشام بن عروة أن أباه عروة قال إن المسح على الرجلين رجع إلى الغسل في قوله أرجلكم الكعبين. وهنا قال عمر بن عبد العزيز لقد بلغني عن 3 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدناهم ابن عمك المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. وهنا أبو هريرة مر بقوم يتوضؤون في المطهرة فقال أحسنوا الوضوء يرحمكم الله ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لأنه رأى بعض الصحابة مسحوا أرجلهم مسحا. أما الآية التي لم تفهمها فهي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. انتبه الهاء هي نهاية كلمة وجوه عليها فتحة. ليش؟ لأن الأمر بغسلها. وجوهكم وأيديكم أيدي هنا آخر الكلمة آخر كلمة أيدي الياء عليها فتحة. ليش؟ لأن مأمور بغسل اغسلوا إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم آخر كلمة رأس رؤوس هي السين عليها كسرة هي المأمور بمسحها. وأرجلكم أرجل هذه عليها فتحة لأنها مأمور بغسلها معطوفة على المأمور بغسلها. طبعا اللي يفهم اللغة العربية يعني لن تلتبس عليه المسألة وسيعرف ماذا أقصد لكن حاولت أن أسهل معلومة هكذا. ثم ننتقل إلى الخاتمة. فعندما أخذ القدم اليمنى قبلها ووضعها على جبهته تمنيت أن أكون مكان هذا الخادم الذي يقبل أقدام زوار الحسين. هنيئا له أن وصل إلى هذه الدرجة وأن وفقه الحسين. مين اللي وفقه؟ يعني يا رجل نحن نعرف وفقه الله لكن وفقه الحسين؟ وفقه الحسين؟ ليخدم زواره فأخذ يقبل قدم الزائر يقبلها بفمه الطاهر المبارك ويضع قدمه على جبهته الشريفة هذا الزائر الطاهر ففعل ذلك لكل قدم. طيب روحوا على الحسين عشان وجيبوا هذا. طبعا ما يشرفنا يعني يقبل أقدامنا. نرجو له أن يهتدي وأن يتوب لله سبحانه وتعالى ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق. لكن طالما أنه يظن أن الحسين هو الذي يوفق فأنا له بتوفيق. كيف يمكن أن يعني كيف يطلب من الله أن يوفقه وهو يظن التوفيق بيد غير الله؟ هل هو أهل للتوفيق؟ الله أعلم. لكن يعني المنظور شوف إيش صار حاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.